علاقتي مع الفن بلشت من مرحلة الطفولة. كان بابا دائماً يناديني فنانة، هو زرع هاي الفكرة فيي. صرت أنا صغيرة مثلاً ألعب مع حالي إنه أجيب رسماتي أوقعهم أعلقهم بالساحة البيت، ألعب إنه أنا عاملة معرض، بس فعلياً أكون أنا الفنانة الموجودة وأنا المشاهدة الوحيدة وما كم إطاء حوالي بالساحة. بحس بحرية كتير كبيرة إنه ممكن بوقت معين أشتغل بالألوان المائية مثلاً بالأحبار، وبمحلات تانية ممكن أشتغل بالألوان الزيتية أو أجمع عدة خامات مع بعض أو أستخدم الأتربة اللونية. فعندي هاي المرونة اللي بتخليني أتعاطى مع كل خامة بكل أريحية. في علاقة خاصة بيني وبين هاي الشخوص، هي مستوحاة من الذاكرة البصرية، مستوحاة من كل إشي شفته، من كل إشي مرق علي. يعني فعلياً هاي الشخوص برضه مرتبطة ارتباط وثيق بقضايا مجتمعنا. بالقصة الشعبية في الغولة مثلاً اللي هي عبارة عن رمز للقمع والاستبداد والظلم، وفي سكان القرية المستسلمين اللي المستضعفين، وفي البطل المخلص اللي بيظهر فجأة من ولا إشي. ودائماً هذا البطل هو بيكون إنسان فقير، إنسان ممكن ناقص بيعتبروه، مشوه، ضعيف. وكل هاي الحكاية أنا بحاول أترجمها من خلال أعمالي الفنية. إذا بدي أسأل حالي ليش بعمل فن، بتخيل أجدر فيه أنا أسأل حالي سؤال أهم، كيف إني أعيش بدون فن؟ كيف ما أشتغل فن؟ فهذا الإشي متأصل فيي.